زنا وفخارنا إرث الأجداد حاضرة دوما في أتراحنا وأفراحنا. توارثناها فكان الفرح الشركسي حافظ على الفرزية. Thank you.
قرر إقامة حفلة إضافية لبرنامج فانتازيا وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الاثنين الموافق 25/9/95. شكرا لكم. ما قبل يجي الزلمة.
كانت الأغنية الشركسية دوما رفيقة جميع المناسبات، فأصبحت في يومنا هذا مرجعا تاريخيا لما تحمله في طياتها من كم واسع من الأحداث، لتفرض نفسها كجزء لا يتجزأ من التراث، تراثنا الذي نعتز به كثيرا ونعمل من أجله. فكان مهرجان الأغنية الشركسية. Oh,
هاي ما بتقدرش ما تحكي لنا. أنا استشرت ما قلتش كده لما ننثرها عليكم بقلوب مفتوحة سعيدة بما أنجزت لتصل إليكم بلغة أقرب ما تكون إلى لغة القلوب لنحافظ عليها يوما آخر ونعكس بذلك دولاب الزمن. Thank you.
Barasa
Thank you.
أشخاص عملوا من أجل الهدف الذي يتبعه الإنجاز يوما بعد يوم فيصبح الهدف أكبر لتأتي اللحظة التي انتظروها طويلا فما هو شعورهم وما الذي كسبوه سؤال لا يوجه إلا لهم Ha ha ha.